تتسم العلاقات المصرية الموريتانية بطابع خاص، فالتواصل بين الأشقاء في موريتانيا ومصر كان ولا يزال مثمراً ومستمراً منذ عهود، وظل التواصل الموريتاني المصري قوياً عبر الجسور العلمية واللغوية وبواسطة الدراسة بالأزهر والجامعات والمعاهد المصرية التي تخرج فيها الكثير من الطلاب الموريتانيين. هذا وقد شهدت العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً وجهداً ملحوظاً، حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من أعلى مستوى إلى المستويات التي تليها من خلال الزيارات المتبادلة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع موريتانيا في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد الرئيس السيسي أنهما أجريا مباحثات مكثفة وبناءة تناول خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المشاورات عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون والتنسيق على المستويات كافة، أخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وموريتانيا، ومنها تحديات تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة الوطنية ومؤسساتها. كما أكد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية، وذلك خلال العام الجاري، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئيس السيسي أكد كذلك أنه ونظيره الموريتاني تناول آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية، وتم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن تناول مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقت الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبالتزامن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد تنفيذا للمقررات الدولية ذات الصلة. كما أكد الرئيس السيسي أنه تشاور مع الرئيس الموريتاني بشأن تطورات الأوضاع في السودان، وتم التأكيد على أهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية. كما أشار الرئيس السيسي أن اللقاء تناول ملف سد النهضة الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حوض النيل، حيث تم التأكيد أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بالحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض. وشدد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود على الساحة الإفريقية في ظل الدور الحيوي الذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشأن، مع استمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيس السيسي الرئيس الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مطارد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية
معربا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء للقدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات. وفي ذلك السياق تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين. هذا وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والإفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية خاصة السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.